ما بالنسبه للاستماره الالكترونيه حتى تكون انه هي بعيده عن التدخلات وحاصصه وما بيها فساد. بالضبط بالضبط بالضبط. الاستماره الالكترونيه نظامها انه هي تعتمد على عده معايير وعلى عده خصائص بها وقنوات. بالنسبه للقنوات اللي اعتمدتها الاستماره الالكترونيه، القناه العامه اللي هي خاصه بخريجين يعني عامه بدون اوائل او حمل الشهادات، عندنا واحده من القنوات انه هي خاصه بمؤسسه الشهداء السجناء السياسيين، واستحدثت حاليا اللي هي لذوي الاعاقه ذوي الاحتياجات الخاصه ومن ضمنهم حسب ما انه صار مع فئه قصار القامه انه هم انشملوا ان شاء الله بالتعيينات، وبالنسبه لنسبتهم لذوي الاحتياجات هي 5%. فعلى هذا الاساس انه وضعت لهم واحده من القنوات حتى تشملهم ان شاء الله بالتعيينات. اما من حيث المعايير هنا حيكون معدل التنافس بين الخريجين اللي هو مثلا يعتمد على الحاله الزوجيه او عدد الاطفال، اسبقيه سنه التخرج، الدورات، البحوث المنشورة. هنا حيكون موضوع التنافس، حيتأهل الطالب اللي يمتلك كل المواصفات. طبعا هي لها درجات، كل واحدة كل نقطة تحسب على عدد المعايير اللي موجودة بداخل الاستمارة. درجة الاستمارة مثل ما هي معلومة حسب ما كانت ب 2021 وهي ما زالت مستمرة حتى الآن، هي درجتها 65. طبعا هي الاستمارة تنطلق على 3 مراحل. المرحلة الأولى اللي هو الإعلان عن الدرجات، لفترة إعلان عن الدرجات اللي تصل للمجلس والفئات المشمولة. يستمر الإعلان يعني حسب 3 أيام أو يومين حسب مدة الإعلان. المرحلة الثانية هنا حيكون انطلاق الاستمارة. حلو. انطلاق الاستمارة حيكون حصرا عن طريق موقع مجلس الخدمة العامة الاتحادي. طيب ست أطياف، طيب مدة الاستمارة، مدة الاستمارة بالضبط هو ده أريد أقول لك، يعني أنت صنفتيها نعم المدة مالتها مدة الاستمارة حتكون من 20 إلى 21 يوم. من 20 إلى 21 يوم هنا حتكون فترة التقديم للخريجين وحسب التخصصات اللي هي مطلوبة. وراء 21 يوم أو 20 يوم حننتقل للمرحلة الثالثة. المرحلة الثالثة هنا حتكون على طريقتين. الطريقة الأولى اللي هي الاختبارات، مثل ما تفضلتي قبل شوي أنه أنت قلتي عن طريق وزارات اختبارات أو كذا، لا موضوع الاختبارات، موضوع الاختبارات حيكون عن طريق مجلس الخدمة العامة الاتحادي للأشخاص اللي هم ترشحوا حسب المعدلات واللي هي قبلتهم الاستمارة. طبعا الاستماره انه هي اللي تفرز من اللي انه يستحق التنافس ومن المقبول ومن الغير مقبول الكترونيا طبعا حسب المعايير اللي ذكرناها. الطريقه الثانيه هي حتكون مقابلات. بالنسبه للاختبارات، الاختبارات مثل ما صارت اللي هي الكليات السانده مثل ما صارت ب 21. بالنسبه للمقابلات مشمولين فيها حمله الشهادات والاوائل فقط، غير مشمولين بالاختبار، فقط مقابلات. أما الاختبارات حتكون للكليات الساندة العلومية عن طريق مواقعنا خلال التوضيحات أو تنويهات أنه الأوائل أو حملة الشهادات يرجعون جامعاتهم من أجل أخذ الكود، أنه الكود يأخذوه من جامعاتهم. فعلى هذا الأساس أنه هو يقدر يراجع جامعته بخصوص الكود ويتأكد أنه هو، طبعا أنا هسه ما عرفت أنه هو أخذ الكود للأوائل أو كود حملة الشهادات. فإذا كان لنفترض أنه هو كان من الأوائل، الفرق إذا كان من الأوائل، الأوائل كانوا على طريقتين. أكو مثل ما عرفنا أنه إحنا قالوا الأوائل أول قانون وقرار صدر أنه يأخذون الستة، 3 صباحي 3 مسائي. جاء كتاب من الأمانة العامة أنه فقط يستحدثون 3 صباحي ومسائي بغض النظر، 3 على الدفعة سواء صباحي أو سواء مسائي. فإذا كان هو من الكود مالته يشمل من الأوائل وده يقول إنه هو كوده غير مفعل أو ما يفتح، فهنا احتمال إنه هو يكون مستبعد، يعني ما مشمول من ضمن الثلاث الأوائل. هم الدراسات العليا إنه هو مثلاً عند
هو دراسات عليا؟ نعم دراسات عليا. نعم تمام. اي هو دراسات عليا بس دي يقولش انا عندي كودين. فكودين الكودين يا اما اوائل وحملت شهاداتي بهذه الحاله يكون عندك كودين. هذا الخطا دائما بيصير. هي هو كان الاخطاء اللي تصير دائما بالكود، يعني احنا المده مالتها من 20 الى 21. زين اذا المده هاي خلصت والكود يعني دا يطلع دائما غلط، بس خليني اخذ اتصال. لا الكود خليني بالنسبه للدرجات اذا قلت لك اني اذا الكود دائما دا يطلع بي غلط، واحنا الفتره اللي قلتيها انه من 20 الى 21 يوم بالنسبه لل موضوع ال 20 و21 موضوع ال 20 يوم او 21 يوم هذا خاص فقط باستماره التعيين وليس بتحديث البيانات. تحديث البيانات نزلنا رابط اليوم على مواقعنا انه اللي عندهم كودات سواء من الاوائل او من حملة الشهادات يدخلون على الرابط حتى يتاكدون انه هم مستبعدين او غير مستبعدين من التعيينات. هذا الكود مفعل الى يوم السبت الساعه 12 بالليل يقفل يوم السبت. هذه فرصه لهم اذا عندهم بيانات خاطئه او عندهم نقص بالبيانات فاكو خانه اعتراض يقدرون يقدمون اعتراضهم لمره واحده فقط. حيكون التحديث من قبل وزارة التعليم. وإذا كان موضوع إذا كان موضوع مثلا سواء عقود أو غير عقود إنه هو يقول إنه أنا معقد أو إنه هو فاسخ عقده، فبهذه الحالة إنه هو يرفق مستمسك أو يراجع ديوان الرقابة حتى يثبت إنه يعالج الملف هناك بالجهة المعنية اللي هي ديوان الرقابة وهي التقاعد، فيعالج المشكلة هناك على هذا الأساس إنه هي راح تزودنا بالتحديثات اللي حتكون اللي هي الرابط الأخير اللي نزل اليوم. زين إذا نزل اليوم إحنا اليوم أربعاء اللي هو إلى أحد يوم السبت. زين ما أعتقد يلحقون. إحنا كم هائل عندنا اليوم من الخريجين، كم هائل يعني حتى دريد نتكلم واقعية. يعني هسه مثلا انوار خابرت من بغداد تقول احنا مشمولين هم 2002 وعندك كامل من دياله خريجي السادس ابتدائي مشمولين ايضا. ست اطياف احنا عندنا جيش من البطاله، جيش من الخريجين. مجلس الخدمه ملزم بتنفيذ القوانين والانظمه اللي تصدر له. مجلس الخدمة ما مسؤول عن استحداث درجات، وضحت ليش مثل ما نعم. بداية الحلقة احنا مسؤولين عن إدارة الدرجة فقط. فقانون الأمن الغذائي هو نص على فقرتين بالتعيين اللي هي فقرة الأوائل وفقرة حملة الشهادات المشمولين بقانون 59 و67.